في سوق الزفاف كل فتاة يتوجب عليها أن تكون الأجمل. هؤلاء المراهقات عليهن الزواج من شبان ضمن أقلية الغجر التي ينتمين إليها. حسب تقليد يعود لعدة عهود، فإن الزهرة البيضاء تعني أن القلب بانتظار العريس. يودانكا تريد تزويج ابنتها البكر ذات 16 ربيعا. أريد أن أزوج ابنتي الكبرى وليس الصغرى، بإمكاني الحصول على 1000 يورو. الأخت الصغرى ترفض الزواج. إذا وجدت شابا وسيما اليوم، هل تتزوجينه؟ لا. حسب التقاليد يجب أن لا تكون الموافقة سريعة، بل تبدأ الأمور بتبادل النظرات ثم المغازلة ومن ثم المفاوضة. هذا الرجل يبحث عن زوجة لنجله أنطون ذي 21 عاما. يمكننا أن ندفع 5000 يورو إذا كانت جميلة، ولا سيما إذا كانت عذراء، ولم تكن كذلك فالأمر لا يستحق. والد الفتاة المرغوبة هو هذا الرجل، والعديد من الآباء يبدون اهتمامهم بابنته. متى ستعطيني ابنتك؟ إذا كنت محظوظا ربما سأعطيك إياها، أنت رجل غني الآن. لا شيء يفسد فرحة الزفاف، وعندما يتفق العروسان فإنهما يعلنان ذلك بالرقص على صندوق سيارة مرسيدس. أنا سعيدة جدا. عائلتان غنيتان ولم تكن هناك أي مشكلة بخصوص المال. هذه الزيجات لا تتمتع بصفة قانونية في بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الغجر متشبثون بتزويج أبنائهم في السوق السنوية للزفاف.